بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثالث والأخير من المحاضرة الثالثة، والتي تناولنا فيها على مدار جزئين سابقين شرح المقصود بعملية التنفس كمثال أو أهم مثال لعمليات الهدم اللي بتتم في خلايا الكائنات الحية. وقلنا ان التنفس فيه منه نوعين، تنفس هوائي وتنفس لا هوائي، وشرحنا النوعين بالتفصيل وقلنا اهم الفروق ما بينهم. بعد كده انتقلنا لشرح ميكانيكية عملية التنفس في خلايا النباتات الرقية، وقلنا ان هي بيتم من خلالها اكسدة جزيء الجلوكوز، اما اكسدة غير تامة الى مركبات وسطية عشان تستخدمها الخلية في بناء مركبات عضوية اخرى، او يتم اكسدة جزيء الجلوكوز اكسدة تامة الى ثاني اكسيد الكربون والماء لتحرير كل الطاقه الكامنه فيه، والتي تقدر بحوالي 38 جزيء اي تي بي. وان عمليه الاكسده التامه لثاني اكسيد لسكر الجلوكوز او جزيء السكر السداسي بيتم من خلال 3 مسالك. المسلك الاول اللي هو الانحلال الجليكولي وشرحناه بالتفصيل وحسبنا كميه الطاقه اللي بتنتج عنه. المرحله الثانيه اللي هي اكسده حامض البيروفيك هوائيا من خلال تفاعلات دائرية تعرف بتفاعلات دور الكريبس او التراي كربوكسيليك اسيد سايكل، اللي هي دورة الاحماض ثلاثية الكربوكسيل او دورة حمض الستريك نسبة، لان حمض الستريك هو الناتج الاول من تفاعلات اكسدة حامض البيروفيك خلال هذه السلسلة من التفاعلات الدائرية. وايضا حسبنا كمية الطاقة اللي بتنتج من خلال اكسدة حامض البيروفيك أكسدة تامة لثاني أكسيد الكربون والماء من خلال تفاعلات المرحلة الهوائية الثانية. بعد كده لسه فاضل لنا المسلك الثالث اللي هو الفسفرة التأكسدية، وقلنا إن تفاعلات الفسفرة التأكسدية دي بيتم من خلالها إعادة أكسدة المرافقات الإنزيمية المختزلة اللي بتنتج من تفاعلات هدم جزيء الجلوكوز الى ثاني اكسيد كربون وماء، سواء اللي بتنتج في مرحله الانحلال الجليكولي او المرافقات الانزيميه المختزله اللي بتنتج من المرحله الثانيه لعمليه التنفس وهي اكسده حامض البيروفيك هوائيا. وجميع المرافقات الانزيميه المختزله اللي بتنتج خلال خطوات هدم جزيء الجلوكوز سواء في الانحلال الجليكولي او في المرحلة الثانية اللي هي أكسدة حامض البيروفيك هوائيا، كلها بيعاد أكسدتها من خلال عملية الفسفرة التأكسدية Oxidative Phosphorylation اللي بتتم في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، حيث يتم أكسدة المرافقات الإنزيمية المختزلة بنزع ذرات الهيدروجين منها. بنزعها طبعا كل ذرة هيدروجين بيبقى فيها إلكترون وبروتون، فالإلكترونات بتسري في سلسلة من المركبات اللي هي بنسميها حوامل او مستقبلات الالكترون، بتبقى موجودة في الغشاء الداخلي ومرتبة بتسلسل معين على حسب جهدها التأكسدي. فالالكترونات بتروح على مستقبلات ذات جهد تأكسدي عالي، وبعد كده تنتقل الى مركبات او حوامل ذات جهد تأكسدي منخفض، عشان ينتقل الالكترون من مركب جهد تأكسدي عالي الى مركب اخر جهد تأكسده منخفض لابد ان يفقد جزء من طاقته. هذا الجزء اللي بيتحرر من الالكترونات اثناء انتقالها في حوامل نقل الالكترون بيستخدم في ربط جزيئات من الـ EDB مع جزيئات من الـ BI لتكوين جزيء من الـ ATP، وهذا ما يعرف بالفسفرة التأكسدية. وطبعا ده بيتم على خطوات، يعني اثناء انتقال الالكترون من مركب معين الى مركب اخر بيفقد جزء من الطاقة يستخدم في ربط جزيء من الاي دي بي مع البي اي وتكوين جزيء اي تي بي، ثم اثناء انتقاله من حامل الى حامل اخر يفقد جزء تاني ليستخدم في ربط جزيء من الاي دي بي مع البي اي لتكوين جزيء اي تي بي. اي ان الطاقة اللي بتنطلق من الالكترونات بتخرج على دفعات وليست دفعة واحدة لتستخدم في ربط جزيئات الاي دي بي مع البي اي وتكوين جزيئات الاي تي بي. وفي النهاية تصل الالكترونات الى المستقبل النهائي لها
وهو ذرة الأكسجين اللي بتستقبل الاتنين إلكترون وتستعمل معاهم الاتنين بروتون اللي تم نزعهم من المرافق الإنزيمي المختزل ويكون له جزيء مية. يعني الأكسجين أهميته هنا في عملية التنفس الهوائي إن بيعمل كمستقبل نهائي للإلكترونات، فإذا لم يتوفر الأكسجين فإن تفاعلات الفسفرة الأكسدية لن تتم، وبالتالي بيعاد أكسدة المرافقات الإنزيمية المختزلة وتحديدا اللي نتجت من خطوات الانحلال الجليكولي باستخدامها في اختزال حامض البيروفيك وتحويله إلى حامض لاكتيك أو كحول إيثانول، أي أن هدم البيروفيك بيتم لا هوائيا، وبالتالي بتنخفض كمية الطاقة الناتجة من التنفس الهوائي إلى 2 اي تي بي نتيجة إعادة استخدام المرافق الإنزيم المختزل ناد اتش 2 اللي نتج من خطوات الانحلال الجليكولي في اختزال حامض البيروفيك وتحويله إلى حامض لاكتيك أو إيثانول. تمام. طيب، إعادة أكسدة الجزيء الواحد من الناد اتش 2 في نظام نقل الإلكترون من خلال تفاعلات الفسفرة التأكسدية بينتج كم جزيء اي تي بي؟ بينتج لي 3 جزيء اي تي بي. أما الفياد اتش فبينتج عن إعادة أكسدة الجزيء الواحد منه تكوين جزيئين فقط من الاي تي بي زي ما هنشوف على الرسومات التالية. نأتي الآن لشرح الفسفرة التأكسدية اللي قلنا إن بيتم من خلالها إنتاج جزيئات الاي تي بي من خلال استغلال الطاقة اللي هتنتج من إعادة أكسدة المرافقات الإنزيمية المختزلة اللي هي ناد اتش وفات اتش 2 اللي نتجت من أكسدة الجلوكوز من خلال مرحلتي الانحلال الجليكولي ودور الجريبس. وبيتم إعادة أكسدة المرافقات الإنزيمية المختزلة دي من خلال سلسلة نقل الإلكترون اللي بتوجد في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، لأن زي ما أنا عارف إن الميتوكوندريا لها غشاءين، غشاء خارجي وغشاء داخلي، والغشاء الداخلي بيبرز داخل حشوة الميتوكوندريا على هيئة ثنايات أو طيار زي ما أنا شايف كده، والغشاءين بيحيطوا بالحشوة بتاعت الميتوكوندريا أو الماتريكس بتاعتها. فهنا الجزء اللي عندي ده هو عبارة عن جزء من غشاء الميتوكوندريا الداخلي، الداخل ده اللي أخد اللون الأصفر ده بيمثل الماتريكس بتاعت الميتوكوندريا عن الحشوة بتاعتها، أما الجزء اللي أخد اللون البرتقالي ده عبارة عن المسافة اللي هي محصورة بين الغشائين الخارجي والداخلي. بنلاحظ ان الجزء اللي موجود قدامي ده بيحتوي على سلسلة نقل الالكترون، وهذه السلسلة بتتكون من 4 معقدات بروتينية حاملة للالكترونات، وهي على الترتيب رقم 1 ده هو عبارة عن الناد اتش كيو ريدكتيز كومبلكس، رقم 2 اللي موجود تحت عندي ده عبارة عن السكسينيت دي هيدروجينيز كومبلكس، رقم 3 اللي هو هنا ده عبارة عن سيتوكروم بي اند سي 1 ريدكتيز كومبلكس، رقم 4 هو عبارة عن سيتوكروم اي اوكسيديز كومبلكس. بين الاربع معقدات دول موجود حاملين متحركين، الاول اللي هو كيو دابنو وزلو برامز كيو عبارة عن يو بي كوينون، والتاني عبارة عن سيتوكروم سي، وبتنتهي السلسلة ببروتين قنوي على شكل مضخة هي عبارة عن انزيم تخليق الاي تي بي اللي اسمه اي تي بي سينسيز، وده اللي هيستغل الطاقة اللي هتتحرر في تخليق الاي تي بي. نبدأ نشوف تفاعلات الفسفرة الأكسدية او بمعنى ادق نظام نقل الالكترونات لما بيتم اكسدة الناد اتش وتحويله الى ناد، وده بيتم عن طريق نزع ذرات الهيدروجين الموجودة فيه. نعرفين ان كل ذرة هيدروجين عبارة عن الكترون وبروتون، فاما بتحصل اكسدة الناد اتش في سلسلة نقل الالكترون تحويله الناد بتتحرر البروتونات والالكترونات وتنتقل للمعقد الاول، ثم المفروض الالكترونات تنتقل الى الكيو الحامل اللي هو المتحرك، بس الكيو ده جهد تأكسدي اقل من الجهد التأكسدي للحوامل اللي موجودة في المعقد ده، فلابد ان الالكترون يفقد جزء من طاقته عشان ينتقل للكيو. هذه الطاقة اللي بيفقدها بتستغل في نقل البروتونات الى السطح الخارجي.
بعد كده الكيو بياخد الالكترونات ويتحرك بيها نحو المعقد رقم 3 وينقلها له، ومن المعقد رقم 3 المفروض تنتقل لسيتوكروم سي، بس عشان الانتقال ده يتم بتفقد جزء من طاقتها، بيستغل في نقل بعض البروتونات من السطح الداخلي اي من الحشوة الى السطح الخارجي، ثم يتحرك السيتوكروم سي بالالكترونات اللي معاه الى المعقد رقم 4، وعند المعقد رقم 4 برضو الالكترونات بتفقد جزء من طاقتها، بيسمح بنقل البروتونات من الحشوة الى السطح الخارجي للغشاء او المسافة الموجودة بين الغشائين، ثم تنخفض طاقة الالكترونات الى المستوى الذي يسمح لها بالانتقال الى المستقبل النهائي اللي هو ذرة الاكسجين اللي بتستقبل 2 بروتون في نفس الوقت وتكون لي جزيء مية. كده نقل الالكترون تم وخلص، لكن في حاجة حصلت نتيجة سريان الالكترونات في سلسلة نقل الالكترون، وهي نقل بعض البروتونات من الجانب الداخلي للغشاء اللي هي من الحشوة يعني الى السطح الخارجي للغشاء، فكده زاد تركيز الايونات الموجبة على السطح الخارجي عنها في السطح الداخلي للغشاء، يعني في المسافة ما بين غشائي الميتوكوندريا عن الحشوة بتاعة الميتوكوندريا، او بمعنى تاني زادت الشحنات الموجبة على السطح الخارجي لهذا الغشاء عنها في الجانب الداخلي، ولا بد ان هو يحصل توازن. يحدث هذا التوازن عن طريق اعادة البروتونات اللي تم ضخها من الداخل للخارج عن طريق بروتين قنوي اللي هو الاي تي بي سينسيز، واثناء هذا النقل بتفقد البروتونات الطاقة اللي اكتسبتها عند انتقالها من الحشوة الى السطح الخارجي للغشاء الداخلي، وتستغل هذه الطاقة في ربط الـ EDB مع الـ BI لتكوين الـ ATP، وهذا ما يعرف بالفسارة التركيبية، أي استغلال الطاقة اللي هتتحرر أثناء انتقال البروتونات وعودتها من السطح الخارجي إلى السطح الداخلي في ربط الـ EDB بالـ BI وتكوين جزيئات الـ ATP، كما تعرف أيضا بالكيمي أوسموزيس أو كيمو أوسموزيس، أي الأسموزية الكيميائية، بمعنى او بتعبر عن انتقال الايونات او البروتونات من الجانب اللي جهدها فيه عالي الى الجانب اللي جهدها فيه منخفض عبر الغشاء. نيجي نبص بقى لحاجة تانية، الناد اتش احنا قلنا في كلامنا ان اعادة اكسدته بيترتب عليها تكوين 3 جزيئات اي تي بي، تمام؟ ليه؟ لأن عند انتقال الإلكترونات من معقد إلى معقد بيتم ضخ 2 بروتون للخارج زي ما أنا ملاحظ كده، فعند وصول الإلكترونات إلى مستقبل النهائي بيكون تم ضخ 6 بروتونات، هذه 6 بروتونات بيتم إعادتها مرة أخرى من خلال بروتين القنوي، كل 2 أثناء عودتهم إلى الجانب الداخلي بتتحرر منهم طاقة كافية لربط جزيء EDB مع BI وتكوين جزيء ATP، يبقى إذن الستة هيترتب على عودتهم تقليل 3 جزيئات ATP. ده أنا بقوله علشان نشوف الفات اتش لما بيعاد أكسدته بيكون كام جزيء ATP. إحنا قلنا أثناء شرح دورة كريبس إن كل جزيء فاد بيدي 2 ATP مش 3 ATP زي الناد اتش. ليه بقى؟ لأن الفاد بيدخل السلسلة ابتداء من المعقد رقم 2 اللي هو الساكسينيد هيدروجينيز، فبيتم نزع الهيدروجين منه وتحويله للصورة المؤكسدة اللي هي الفاد، بعد كده الالكترونات بتنتقل للحامل كيو اللي بياخدها وينقلها للمعقد رقم 3، وعند المعقد رقم 3 الالكترونات بتفقد جزء من طاقتها علشان تنتقل لسيتوكروم سي، ويتم استغلال هذه الطاقة في نقل 2 بروتون عبر هذا البروتين الحامل للسطح الخارجي، ثم من سيتوكروم سي الى المعقد رقم 4، وتستغل الطاقة الزيادة اللي فيها في نقل 2 بروتون، وبعدين تنتقل الالكترون الى المستقبل النهائي، فكده الفاد بيترتب على سريان الالكترونات منه حتى تصل الى المستقبل النهائي
نقل 4 بروتونات على السطح الخارجي، وعند عودتها إلى السطح الداخلي من خلال البروتين القنوي ATP Synthase فإنها يترتب عليها تكوين جزيئين ATP وليس 3. أشوف قدامي دلوقتي أنيميشن بيوضح لي سرعان الإلكترونات في نظام نقل الإلكترون وحدوث الفسفرة الأكسدية لتكوين الـ ATP. بس قبل ما نشوفه هنتكلم عن تركيب الميتوكوندريا. زي ما واضح عندي كده في الرسم، ده رسم مجسم يوضح تركيب الميتوكوندريا باختصار، إن هي بتتكون من غشائين، ده الغشاء الخارجي اللي أنا بشاور عليه المؤشر، والأزرق ده هو الغشاء الداخلي اللي هو بيعمل انسناءات أو طيات إلى داخل الحشوة بتاعة الميتوكوندريا اللي بنسميها الماتريكس، وهذه الانسناءات بنسميها بالكريستال. وهناخد جزء دلوقتي من الغشاء الداخلي ونكبره عشان نتعرف على تركيبه. هنلاقي الجزء ده بيكون من طبقتين من الفوسفوليبيد، والطبقتين فيهم مجموعة من المعقدات البروتينية الناقلة للإلكترون، هم عددهم 4 بس اللي ظهر عندي هنا 3، اللي هو رقم 1 و3 و4، ودي المرافقات الإنزيمية المبتذلة الناتجة من أكسدة الجلوكوز في الانحلال الجليكولي ودور كيرس. لما بيتأكسد الناتج إيجي بيحول لناتج وبيمنح الإلكترونات والبروتونات إلى المعقد الأول. وعندما تصل الإلكترونات لهذا المعقد بتفقد جزء من طاقتها، بيسمح بنقل 2 بروتون إلى السطح الخارجي، ثم تذهب الإلكترونات إلى الحامل المتحرك يو. الحامل المتحرك يو هياخدها ويتحرك بيها ناحية المعقد رقم 3 عشان ينقل الإلكترونات فيه. وعندما تصل إلى المعقد رقم 3 هتفقد جزء من طاقتها، يؤدي إلى نقل 2 بروتون من داخل الحشوة إلى السطح الخارجي من الغشاء، وتنتقل الإلكترونات عبر ذلك إلى الحامل المتحرك سيتوكروم سي اللي هينقلهم إلى سيتوكروم سي أوكسيديز كومبلكس عشان يفقدوا جزء من طاقتهم، يسمح بنقل 2 بروتون إلى السطح الخارجي. أما الإلكترونات فهتذهب بعد ذلك إلى المستقبل النهائي بتاعها اللي هو الأكسجين، اللي هيرتبط في نفس الوقت مع هيدروجين ويتحول إلى جزيئات مية. هعيد الدورة تاني علشان نشوف الفات اتش لما بيتأكسد بيمنح الإلكترونات لأنهي معقد، ونعرف إيه السبب في إن الفات اتش بينتج من قاعدة أكسدته جزيئين من الـ ATP بينما النات اتش بينتج من قاعدة أكسدته 3 جزيئات ATP. الفات اتش بيتأكسد ويمنح الإلكترونات والبروتونات إلى المعقد رقم 2 اللي مظهر عندي في الصورة هنا، اللي إحنا قلنا عليه ساكسينات دي هيدروجينيز كومبلكس، ومن هذا المعقد تنتقل الإلكترونات إلى الحامل المتحرك يو اللي بينقلها بدوره إلى المعقد رقم 3. وأثناء انتقالها من المعقد رقم 3 لسيتوكروم سي بتفقد جزء من الطاقة، يسمح بنقل 2 بروتون عبر هذا المعقد إلى السطح الخارجي. ثم تنتقل الإلكترونات من سيتوكروم سي إلى المعقد رقم 4، حيث تفقد جزء من طاقتها يؤدي إلى نقل 2 بروتون إلى السطح الخارجي. وبعد ذلك تنتقل الإلكترونات إلى المستقبل النهائي بتاعها زي ما شفنا اللي هو الأكسجين، اللي بيرتبط مع البروتونات علشان يتحول إلى مية. فهنا هنلاحظ إن الفات اتش أدى سريان الإلكترونات المنطلقة منه إلى ضغط عدد من البروتونات من السطح من الحشوة إلى السطح الخارجي أقل من عدد البروتونات اللي بتضخ نتيجة نقل الإلكترونات من الناد اتش عبر سلسلة نقل الإلكترون، وده بيكون هو السبب في إن عدد جزيئات الـ ATP اللي بتنتج من قاعدة أكسدة الفات اتش 2 تكون أقل من عدد جزيئات الـ ATP اللي بتنتج من قاعدة أكسدة الناد اتش 2. يعني جزيء الفات اتش 2 لما بيتأكسد بينتج عنه تكوين جزيئين ATP بينما الناد اتش 2 بينتج عنه تكوين 3 جزيئات ATP. وده ليه؟ بسبب عدد البروتونات اللي بيتم ضخها من الحشوة إلى السطح الخارجي بيكون أقل في حالة أكسدة الناد اتش 2 عنها في حالة أكسدة الناد اتش 2. وهنشوف الكلام ده بيحصل إزاي دلوقتي. نتيجة طبعا أكسدة الناد اتش 2 أكسدة اتش 2 وسريان الإلكترونات في نظام نقل الإلكترون بيحدث نقل لعدد من البروتونات من الحشوة إلى السطح الخارجي، فيؤدي ذلك إلى زيادة تركيز البروتونات أو زيادة الشحن الموجبة على
السطح الخارجي عنها داخل حشوة الميتوكوندريا. لذلك لابد من أن هذه البروتونات تعود مرة أخرى إلى داخل الحشوة لكي يحدث اتزان بين الشحنات الموجبة أو بين البروتونات على السطح الخارجي والسطح الداخلي. ويتم عزل البروتونات من خلال بروتين قنوي اللي أنا شايفه قدامي ده اللي هو الـ ATP synthase. وأثناء مرور البروتونات من هذا البروتين القنوي بتفقد الطاقة اللي اكتسبتها لما انتقلت من الحشوة إلى السطح الخارجي، وتستغل هذه الطاقة زي ما نشوف دلوقتي في ربط الـ ATP مع BI لتكوين الـ ATP. ATP و BI بياخد الطاقة اللي بتتحرر من البروتونات ويتحول إلى ATP. نرجع تاني ونذكر بتركيب الميتوكوندريا. بنقول الميتوكوندريا بتتكون من غشائين، غشاء خارجي بيكون مستوي اللي انا بشاور عليه بسن المؤشر ده، والغشاء الداخلي بيبرز قليلا الى داخل حشوة الميتوكوندريا مكون انسناءات او طيات مختلفة الاطوال. الغشائين بيحيطهم بالحشوة بتاعت الميتوكوندريا اللي بنسميها الماتريكس، اللي هي ظاهرة عندي هنا باللون الاصفر الفاتح. هنتقل بعد كده للصورة التالية علشان اشرح عملية الفسفرة التأكسدية بطريقة تانية ممكن تخلي الموضوع الفسفرة التأكسدية يثبت في ذهنك ويصبح اكثر فهما. اللي قدامي في الصورة هنا ده جزء من غشاء الميتوكوندريا اللي هو الغشاء الداخلي. طبعا الغشاء الداخلي قلنا بيحيط بالماتريكس الحشوة بتاعت الميتوكوندريا اللي هي ممثلة هنا باللون الفاتح. اما اللون الغامق اللي بيقع خارج الغشاء الداخلي فده عبارة عن المسافة المحصورة بين الغشاء الداخلي والخارجي للميتوكوندريا. الجزء اللي جابه لي من الغشاء الداخلي هنا بيحتوي على سلسلة نقل الالكترون اللي قلنا ان هي بتتكون من اربع معقدات، بس في الصورة اللي عندي هنا مش جايب لي المعقد رقم اتنين. المعقد رقم اتنين هنا ده بيكون مهم لأكسدة الفاد اتش 2، لكن الرسمة اللي هو عاملها علشان يشرح لي طريقة أكسدة الناد اتش 2 فما جابش المعقد التاني. والمعقدات اللي موجودة في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا اللي بيكون نظام نقل الإلكترون هي كالتالي: المعقد الأول وده بنسميه ناد اتش دهيدروجينيز كومبليكس. المعقد التاني المفروض يبقى موجود هنا ما بين المعقد الأول والمعقد الثالث، وهو عبارة عن السكسينات ديهيدروجينيز، بس هو ما رسموش هنا لأن قلت بيشرح عملية الأكسدة للمرافق الإنزيمي ناد اتش 2 ما جابش الفاد اتش 2. المعقد الثالث اللي هو معقد سيتوكروم بي اند سيتوكروم سي 1. بعد كده عندي المعقد الرابع اللي هو معقد سيتوكروم اي اند سيتوكروم اي 3 اللي بنسميه سيتوكروم اوكسيديز كومبلكس. وفي النهايه بيوجد عندي انزيم تخليق الاي تي بي اللي هو الاي تي بي سينسيز اللي بيبقى على شكل مضخه قاعدتها اسطوانيه ومطموره في الغشاء والراس قروي وبارز داخل الحشوه. بيوجد ايضا ضمن سلسلة نقل الإلكترونات مجموعة من المركبات بتعمل كحوامل لنقل الإلكترون بين المعقدات اللي موجودة في سلسلة نقل الإلكترون، وهذه المركبات هي اليو بي كوينون وبنرمز له بالاختصار كيو، والمركب الثاني اللي هو سيتوكروم سي بنرمز له بالرمز سي واي تي سي. بتبدأ أكسدة الناد اتش في سلسلة نقل الإلكترون عند المعقد الأول اللي بنسميه ناد اتش دهيدروجينيز كومبليكس، حيث يتم أكسدة الناد اتش بنزع 2 إلكترون و2 بروتون منه. الإلكترونات بتسري في المعقد الأول أي بتنتقل إلى المعقد الأول، وأثناء انتقالها بتفقد جزء من طاقتها. يستخدم هذا جزء من الطاقة في نقل زوج من البروتونات من حشوة الميتوكوندريا إلى السطح الخارجي من الغشاء الداخلي، يعني في المسافة اللي موجودة بين الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي. ثم تنتقل الالكترونات بعد ذلك الى المستقبل كيو اللي قلنا عليه اليو بي كوينون، والكيو بيتحرك بها نحو المعقد الثالث ليقوم بنقلها الى سيتوكروم بي اللي موجود في المعقد الثالث. واثناء هذا الانتقال بتفقد الالكترونات جزء من طاقتها. يستخدم ايضا في نقل زوج من البروتونات نقلا نشطا الى السطح الخارجي من الغشاء الداخلي. تنتقل الالكترونات بعد ذلك من سيتوكروم بي الى سيتوكروم سي 1 اللي هو موجود في المعقد الثالث، وعند وصولها لسيتوكروم سي 1 بتلتقي الزوج من البروتونات من الحشوة بتاعت الميتوكوندريا، ثم تقوم بنقل الالكترونات والبروتونات
الى سيتوكروم سي اللي بدوره هينقلها الى سيتوكروم اي، ثم من سيتوكروم اي الى سيتوكروم اي 3. وعند هذه النقطه هتنتقل الالكترونات بعد ذلك الى مستقبلها النهائي اللي هو ذره الاكسجين. ولكي يحدث هذا الانتقال بتفقد الالكترونات جزء من طاقتها، يستخدم في نقل البروتونات الى السطح الخارجي من الغشاء داخل الميتوكوندريا. البروتونات اللي كان التقطها هنا سيتوكروم سي 1 ونقلها مع الالكترونات لسي لسيتوكروم سي ثم سيتوكروم اي ثم سيتوكروم اي 3. وبعدين الالكترونات بعد كده عشان تنتقل الى ذره الاكسجين بتفقد جزء من طاقتها، يساعد هذا الجزء على ضخ الاثنين بروتون الى السطح الخارجي من الغشاء داخل الميتوكوندريا. الالكترونات بعد ذلك بتذهب الى المستقبل النهائي اللي هو ذره الاكسجين اللي بتستقبل ايضا زوج من البروتونات وتكون لي جزيء من الماء. الماء اللي ناتج هنا من عمليه الفسفره التاكسديه بيعرف بالماء الايضي، يعرف بالماء الايضي، اي الماء الذي ينتج عن تفاعلات الفسفره التاكسديه للمرافقات الانزيميه المختزله نتيجه استقبال ذره الاكسجين للالكترونات المنتقله في سلسله نقل الالكترون مع زوج من البروتونات. هذا الماء بنسميه بالماء الايضي. طيب الاكسجين هنا بيعمل كمستقبل نهائي للالكترونات في عمليه الفسفره التاكسديه. اذا اهميه الاكسجين في التنفس الهوائي هو انه يعمل كمستقبل نهائي للالكترونات والبروتونات وبيكون لي الماء اللي بيسمى الماء الايضي. فاذا لم يتوفر الاكسجين فان تفاعلات الفسفره التاكسديه لن تتم. وبناء عليه فان جزيئي الناد اتش 2 اللي نتجوا من الانحلال الجليكولي اللي هي المرحله الاولى من التنفس سيعاد اكسدتهم من خلال استخدامهم في اختزال حامض البيروفيك الى كحول ايثانول في حاله التخمر الكحولي او الى حامض لاكتيك كما في حاله التخمر اللاكتيكي، وسيترتب على ذلك فقد 6 جزيئات من الاي تي بي كانت بتنتج من اعاده اكسده جزيئين من الناد اتش 2 في نظام نقل الالكترون. فتصبح صافي الطاقه الناتجه اللي ممكن تنتج عن التخمر الكحولي او اللاكتيكي 2 اي تي بي زي ما وضحنا قبل كده. طيب نرجع تاني بقى للموضوع بتاعنا عشان نكمل عمليه الفسفره التاكسديه. لاحظنا ان اثناء انتقال الالكترونات في مجموعه المعقدات والمركبات اللي بتعمل كحوامل في سلسله نقل الالكترون بيترتب عليه نقل بروتونات من حشوه الميتوكوندريا الى المسافه الموجوده بين الغشائين، وده بيعمل خلل في تركيز البروتونات او الشحنات الموجبه على جانبي الغشاء، ولابد ان يحدث اتزان. ولكي يحدث هذا الاتزان بيتم اعاده نقل البروتونات اللي انتقلت الى الجانب الخارجي من الغشاء الى داخل الحشوه مره اخرى، وذلك عن طريق مضخه انزيم الاي تي بي سينسيز. وكل 2 بروتون بيتم اعادتهم مره اخرى الى داخل الحشوه بيفقدوا الطاقه اللي اكتسبوها واللي ادت الى انتقالهم الى السطح الخارجي، وهذه الطاقه بتستخدم في ربط جزيء من الاي دي بي مع جزيء من البي اي عشان يكون لي جزيء اي تي بي. طب انا بقول كل زوج من البروتونات بيتم اعادتهم من خلال المضخه بيفقدوا من الاول الطاقه اللي اكتسبوها واللي ادت الى نقلهم للسطح الخارجي، وهذه الطاقه كافيه لربط جزيء من الاي دي بي مع جزيء من البي اي لتكوين جزيء من الاي تي بي. انا انتقل عندي 6 بروتونات ناتجه من الفسفره التاكسديه لجزيء الناد اتش، يبقى الستة دول لما يتم اعادتهم هتكون الطاقة اللي هتتحرر من نقلهم من السطح الخارجي الى السطح الداخلي كافية لربط 3 جزيئات من الفسفات العضوية مع 3 جزيئات من الاي دي بي وتكوين 3 جزيئات من الاي تي بي. اي ان كل جزيء من الناد اتش بيتم اكسدته من خلال تفاعلات الفسفرة التاكسدية اللي بتتم في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا بيترتب عليه تكوين 3 جزيئات اي تي بي. اما الفاد اتش 2 فاعادت اكسدته من خلال تفاعلات الفسفره التاكسديه اللي موجوده في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا بيترتب عليها تكوين جزيئين من الاي تي بي زي ما وضحنا قبل كده، وهذكرك بها تاني علشان اثبت لك المعلومه. الفاد اتش 2 بتبدا اكسدته عند المعقد الثاني
اللي هو بيبقى موجود بين المعقد الاول والمعقد الثالث، بس مش مرسوم عندي هنا زي ما اشرت في البدايه. هذا المعقد اسمه ساكسينات دي هيدروجينيز. بيتم نزع 2 الكترون و2 بروتون من الفاد اتش 2، بينتقلوا من هذا المعقد اللي هو ساكسينات دي هيدروجينيز الى الحامل كيو، وعند نقلهم من الحامل كيو الى سيتوكروم بي بتفقد الالكترونات جزء من طاقتها، يساعد في نقل 2 بروتون من حشوة الميتوكوندريا الى المسافة الموجودة بين الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي. فده اول زوج من البروتونات هينتقلوا من الحشوة الى السطح الخارجي نتيجة سيران الالكترونات الناتجة من اكسدة الفاد اتش 2. بعد كده تنتقل الالكترونات من سيتوكروم بي الى سيتوكروم سي 1 اللي موجودين في المعقد الثالث، وعند انتقالها الى سيتوكروم سي 1 بتلتقط زوج من البروتونات من حشوة الميتوكوندريا، ثم تنتقل الالكترونات والبروتونات الى سيتوكروم سي، ومن سيتوكروم سي الى سيتوكروم اي اللي في المعقد الرابع، ومن سيتوكروم اي الى سيتوكروم اي 3، وعند وصولها الى سيتوكروم اي 3 بتفقد الالكترونات جزء من طاقتها، تستخدم في ضخ الاثنين بروتون الى السطح الخارجي من غشاء الميتوكوندريا الداخلي، وتنتقل الالكترونات بعد ذلك الى المستقبل النهائي اللي هو ذرة الاكسجين اللي بتلتقط معاها 2 بروتون وتكون له جزيء ميه. فهنا سريان الالكترونات اللي نتجت من اكسده الفاد اتش 2 ترتب عليه نقل 4 بروتونات من حشوه الميتوكوندريا الى المسافه الموجوده بين الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي. الاربع بروتونات دول 2 منهم هنا اهو و2 هنا. الاربعه هيتم اعادتهم تاني مره اخرى الى حشوه الميتوكوندريا من خلال مضخه انزيم تخليق الاي تي بي سينثيز، وقلنا ان كل 2 من البروتونات بيمروا من المضخه دي علشان يرجعوا للسطح الداخلي بيفقدوا الطاقه الزياده اللي فيهم، ودي بيكون كافيه لربط جزيء من الاي تي بي مع مجموعه فوسفات غير عضويه ويكون لجزيء اي تي بي. يبقى اذا الاربعه عند عودتهم هيكونوا لجزئين من الاي تي بي فقط. من خلال شرحنا في هذه المحاضره والمحاضرتين السابقتين اللي تناولنا فيهم شرح عمليه البناء الضوئي، عرفنا ان في عده انواع من الفسفره، هي الفسفره التاكسديه والفسفره الضوئيه والفسفره على مستوى ماده التفاعل. الفسفره التاكسديه بيقصد بها تخليق جزيئات الاي تي بي باستغلال الطاقه التي تنفرد عن سريان الالكترونات في سلسله نقل الالكترون الموجوده في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا نتيجة إعادة أكسدة المرافقات الإنزيمية المختزلة اللي هي ناد اتش 2 وفاد اتش 2. تاني، الفسفرة التأكسدية بيقصد بها تخليق أو تكوين جزيئات اي تي بي باستغلال الطاقة المتحررة من سريان الإلكترونات في سلسلة نقل الإلكترون الموجودة في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، والتي تنتج عن إعادة أكسدة المرافقات الإنزيمية المختزلة ناد اتش 2 وفاد اتش 2. أما الفسفرة الضوئية فيقصد بها تخليق جزيئات اي تي بي باستغلال الطاقة اللي بتتحرر من سريان الإلكترونات في سلسلة نقل الإلكترون التي توجد في أغشية السلكويدات. الفسفرة على مستوى مادة التفاعل بيقصد بها نزع مجموعة فوسفات من مركب مفسفر ونقلها إلى مركب آخر غير مفسفر، أو إضافة مجموعة فوسفات من جزيء اي تي بي إلى مركب غير مفسفر. كده وضحنا إحنا 3 أنواع من الفسفرة اللي بينتج عنها تكوين جزيء الاي تي بي، وهي إما أن تكون فسفرة تأكسدية زي اللي بتحصل في الغشاء الداخلي الميتوكوندريا، او فسفره ضوئيه زي اللي بتحصل في الغشاء في اغشيه السلكويدات، او فسفره على مستوى ماده التفاعل عن طريق نقل مجموعه فوسفات من مركب مفسفر الى مركب غير مفسفر، او نقل مجموعه فوسفات من جزيء اي تي بي الى مركب غير مفسفر. واكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من هذه المحاضره، واعتذر عن الاطاله عليكم، والى ان القاكم في محاضره اخرى مع موضوع جديد. استودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله وامنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.